محاضرتنا لهذا اليوم مع سعادة الأستاذ الدكتور محمد ماهر عبيد، دكتوراه واستشاري أمراض النساء والتوليد، أستاذ مشارك التفسير وعلوم القرآن وعضو الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد، والمحاضرة بعنوان التنمية الصحية المستدامة. وإليكم نبذة مختصرة عن الأستاذ الدكتور محمد ماهر محمد السيد عبيد، هو مصري الجنسية من مواليد عام 1970. بدأ التعليم الأزهري منذ الصغر إلى أن حصل على شهادة الثانوية الأزهرية، ثم حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر، ثم عين بمستشفيات جامعة الأزهر بقسم النساء والتوليد، وبعدها حصل على ماجستير طب النساء والتوليد من جامعة الأزهر عام 1999، ثم حصل على الدكتوراه في النساء والتوليد عام 2005. بعدها بدأ بدراسة العلم الشرعي في المملكة العربية السعودية عام 2006، حصل على عدة دبلومات في العلم الشرعي من جمعية الفرقان بالطائف، وكذلك دبلوم الخطيب المؤثر. التحق بالجامعة الإسلامية فرع القاهرة والتابعة لجامعة التضامن بالنيجر لدراسة الماجستير. حصل على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن عام 2017، ثم حصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن عام 2021. التحق للتدريس بكلية علوم الوحيين للدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الإسلامية بمينيسوتا أمريكا عام 2019، وترقى لدرجة أستاذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن عام 2024، ثم عين وكيلا لكلية علوم الوحيين للدراسات الإسلامية والعربية عام 2024 أيضا، وهو عضو منصة أريد الدولية، وكذلك عضو الهيئة الاستشارية لمنصة أريد الدولية، وأيضا عضو اللجنة التأسيسية لجامعة أريد الدولية. حصل على عدة أوسمة من منصة أريد. سعادة الأستاذ الدكتور محمد ماهر محمد السيد عبيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم لاحية الصوت، تفضل. مشكور. معنا دكتور محمد. دكتور محمد ماهر معنا. طيب دقائق نعود معكم إن شاء الله. عم دكتورة مريم، في خلل بسيط تقني مع الدكتور محمد، إن شاء الله سيدخل ثواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصوت واضح الآن؟ نعم تفضل. طيب الحمد لله. معذرة لانقطاع الصوت فترة بسيطة يعني. أهلا وسهلا بكم، تفضل. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات يا رب العالمين. بمشيئة الله تعالى اليوم نتحدث عن التنمية الصحية المستدامة. أنا أحاول أن أحمل الملف، مش عارف، لا أدري لو الأخت هند تحاول تنزل معايا الملف، مش عارف، يأتيني صورة أخرى يعني غير الملف اللي أنا بنزله، يعني اللي هو ملف المحاضرة يعني. طيب ثواني ويكون معكم إن شاء الله. تمام، يعني كنت أصلت للأخت
المهم إن شاء الله سيستقيم الأمر معنا إن شاء الله اليوم في محاضرتنا في 4 نقاط، وهي النقطة الأولى التنمية المستدامة والتنمية الصحية المستدامة في كتاب الله وسنة رسوله. أيوه تمام. لو نأتي إلى أول صفحة، أيوه بارك الله فيك، جميل. لا خلينا في الأول، في الصفحة الأولى اللي النقطة الثانية تعريف التنمية المستدامة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المعنية. النقطة الثالثة إن شاء الله ميثاق الأمم المتحدة ورؤية 2030، والمبدأ رقم 3 المتعلق بالتنمية الصحية المستدامة، ثم مؤشرات تطبيق الميثاق. أرجو نكس الصفحة القادمة أستاذة هند. كما ذكرت النقطة الأولى إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى وشرعنا الحنيف سبقنا منذ 1450 عام بالتنمية المستدامة والتنمية الصحية المستدامة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. لماذا؟ لأن هذه كما نقول هذه الإكويبمنت والأدوات التي نريدها أو ستساعدنا فيما بعد في التنمية المستدامة. فالله سبحانه وتعالى خلقنا وترك لنا وجعلنا مقومات وجعلنا أدوات نستعملها لكي نستمر في الحاضر وفي المستقبل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سخر الله، لماذا سخر الله لنا كل ما في السماوات وما في الأرض؟ سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لتستمر الحياة وتستمر التنمية، ونستطيع أن يعني تذلل لنا العقبات في سبيل التنمية، وهذه هي التنمية المستدامة. والقرآن الكريم سبحان الله في أغلب آياته يدعون إلى التنمية المستدامة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة الباطنة وضحها الله سبحانه وتعالى، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالله سبحانه وتعالى سخر جعل لنا أجهزة في أجسامنا تساعدنا على الاستمرارية في الحياة، وهذه الأجهزة لا تتوقف سبحان الله إلا مشاكل منا. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. فالمعدة، فعندما لا نحافظ على الطعام وعلى ما نتناوله من أشياء، هذا بالطبع يؤدي إلى مشاكل جسيمة. فهذا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. القادمة نكست إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فسبحان الله، أدومها وإن قل. فأنت عندما نضرب مثال نربي أسرة، دخله مثلا 100 جنيه. 100 جنيه إذا أنفق كل ال 100 جنيه في يوم، ربما يأتي اليوم القادم لا يستطيع أن ينفق. فأدومها وإن قل، ينفق اليوم 50، 50، ثم غدا 50، وبعد ذلك وهكذا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهذه إشارة إلى التنمية المستدامة في حد ذاتها. الله سبحانه وتعالى يعلم رب الأسرة، سواء رب الأسرة الصغيرة أو رب الأسرة الكبيرة في المجتمع في الدول، أدومها وإن قل. تمام، أنت عندما تقوم الليل بركعتين فقط وتستمر، هذه ديمومة، هذا هو الدوام. تمام، يبقى أدومها وإن قل، ثم بعد ذلك تكثر، ستكثر. لماذا؟ لأنك حافظت على القليل، وهكذا. نكست إن شاء الله. إن مشاريع التنمية لا ولن تكون ناجحة إلا بالاستدامة، وإلا
والا فاذا كان لنعيش اليوم بيومه ليس هناك استدامه. تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بات امنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه. معافى في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا وما فيها. اذا يوم انت تحافظ على صحتك معافى في جسده حيزت له الدنيا وما فيها، يبقى اذا الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 1450 عاما، وان الاهتمام بالتنميه المستدامه هو اساس في تلبيه احتياجات الانسان. انظر الى الجمله القادمه: في الحاضر والحفاظ على تلبيتها في المستقبل. باختصار، في الحاضر اليوم رب الاسره يحافظ على اولاده اليوم ويضمن لهم بمشيئه الله تعالى غدا، ويضمن لهم في مشيئه الله العام القادم، وهكذا. يبقى هذه ما هو والا فاهم المهم في التنميه الاستدامه. الاستدامه وليست اليوميه. نكست. طيب ناتي الى تعريف التنميه المستدامه من بعض المنظمات، ما اهمها طبعا منظمه الصحه العالميه. التنميه المستدامه هي التي تمكن من اشباع حاجيات الاجيال الحاليه وتحقيق رفاهيتهم وخاصه الفقراء منهم، وهذا هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. تصدق بدرهم، رب درهم سبق الف درهم، رب درهم سبق الف درهم، وهذه الاعانه للفقراء لتساعدهم على التنميه المستدامه، على استدامه حياتهم دون المساس بقدره الاجيال القادمه على اشباع حاجياتهم. وهذا هو المسؤول، يعني التنميه المستدامه انك تحافظ على اليوم، الجيل الحالي اليوم، تحقيق الرفاهيه دون ان تؤثر على الاجيال القادمه، اخذه بعين الاعتبار تحديات الحفاظ على الانظمه البيئيه ومحدوديه الموارد الطبيعيه. وهذه العقبات، هذه العقبات امام ايه؟ امام التنميه المستدامه. الانظمه البيئيه، الموارد الطبيعيه، محدوديه الدوام الموارد الطبيعيه القابله للتجدد. يبقى اذا هذه باختصار التنميه المستدامه. طيب من اهم غايات التنميه المستدامه حق كل انسان بالتمتع باعلى مستوى من الصحه يمكن بلوغه. ويمكن بلوغه، هذه جميله جدا في التعريف. لماذا؟ هي مستنبطه من قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خذ بالاسباب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. يبقى اذا حق كل انسان بالتمتع باعلى مستوى من الصحه يمكن بلوغه. الصحه الجيده هي جزء لا يتجزأ من التنميه الاقتصاديه الاجتماعيه الثقافيه. يبقى اذا الصحه هي الاساس، هي الكورنر ستون كما يقولون. صحه جيده ضمنت باذن الله تنميه اقتصاديه جيده، اجتماعيه جيده، ثقافيه جيده، واستقرار اقتصادي وبيئه آمنة. وبيئة آمنة. فانظر إلى الصحة، الصحة كورنر ستون كما يقولون، تمام؟ هي الأساس في ربط كل هذه. الصحة عامل ذو صحة جيدة يعطيك اقتصاد جيد. في المجتمع فعال مثقف. إذا من هنا يأتي الاستقرار الاقتصادي. نكست. نأتي إلى الصحة، التنمية الصحية المستدامة في القرآن. نحن تكلمنا مقدمة عن التنمية الصحية عامة في القرآن. طيب انظر إلى الآية الأولى، قال عنها العلماء الربانيون أن هذه الآية جمعت الطب كله. جمعت الطب كله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة، سبحان الله، إذا الإسلام دعا إلى الزينة، دعا إلى النظافة. الإسلام ليس فيه دروشة، ليس، لا، هذا ليس، هذا يعني يعادي أو يضاد التنمية المستدامة. خذوا زينتكم
النظافة، الهيئة الجميلة عند كل مسجد، أي كل عند كل صلاة. وكلوا، هنا الشاهد، وكلوا واشربوا، ولا وكلوا واشربوا اليوم، ولا تسرفوا، استدامة لكي تستديم الصحة، لأنك لو أسرفت توقفت. كل واشرب تمام لليوم، لليوم الحاضر، ولا تسرفوا، لتستعين بصحتك على ما هو قادر، لتستعين بصحتك على ما هو قادر. انظر إلى الترهيب، هذا يسمى أسلوب ترهيب من أساليب القرآن، حتى في الأكل والشرب، نعم، حتى في عدم الإسراف فيه ترهيب، نعم. ما هو الترهيب؟ إنه لا يحب المسرفين. إذا فعل، لا يعني لم يعطيك النصيحة في الصحة وتركك، لا، إذا لم تستقيم على أمر الله وعلى ما نصحك الله به، إنه لا يحب المسرفين، وهذا يسمى أسلوب تأكيد، إنه أسلوب تأكيد لا يحب المسرفين. لماذا؟ لأن الإسراف هو عدو التنمية الصحية المستدامة، هو وبالتالي هو عدو الاقتصاد، وبالتالي هو عدو الثقافة. انظر إلى الآية التي تليها، القرآن سبق الأمم، سبق الأمم المتحدة، سبق منظمة الأمم الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية، ولا تبذر تبذيرا، ولا تبذر. عندك اليوم مثلا مصروف معين، لا راعي، لا يعني عندك 20,000 مثلا او دينار وابنك محتاج، لا، عندك او عندك اولاد اخرون، راعي، هذا محتاج مصروف وهذا محتاج مصروف، قسم بالعدل، تمام. تركت، انا اضرب المثل بالاسره، لان الاسره هي نواه المجتمع، الكلام ينطبق على الدول، الكلام ينطبق على المجتمع، انا اخذ الاسره كمثال، لا تبذر تبذير، لماذا؟ لتستطيع ان تستمر، لو بذرت خلاص انتهى الامر، توقفت، اذا لا تنميه مستدامه. ان المبذرين، انظر الى الترهيب، لم يتركك، لا، خوفك، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، الله، انظر التي تليها، سيدنا يوسف وهو كان رب الاسره المصريه، عندما تولى الامر الخزانه الماليه، قال هذا قبل ان يتولى الامر، يعني وهو يفسر المنام، يعني قال تزرعون 7 سنين دأبا، جميل، فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. يبقى اذا فذروه في سنبله، هذا هو الشاهد، فذروه في سنبله، التنميه المستدام، فذروه في سنبله، في سنبله، لتستمر ال7 سنوات الى ان ياتي السبع الاخر، تمام. يبقى اذا انظر الى جمله فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، عنده ايه؟ قوت يومه، امنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، هذا هو، هذه هي التنميه الصحيه المستدامه، هذه هي التنميه المستدامه في قراننا، في شريعتنا. وناتي الان الى الباب نكست. طبعا كما نعلم جميعا، من اهم حقوق الانسان الاساسيه التي استقرت عليها الامه، وثيقه الدوليه والدساتير والتشريعات الوطنيه، بغض النظر بقى، بغض النظر يطبقونها ام لا يطبقونها، يستجيب الافراد ام لا يستجيب الافراد، ولكنها منصوص عليها، منصوص عليها منذ نشاه منظمه الصحه العالميه. جه في الدستور بتاعها قالوا ايه؟ التمتع باعلى حق، حق الانسان، من حقوق الانسان، التمتع باعلى مستوى من الصحه يمكن بلوغ، هو احد الحقوق الاساسيه لكل انسان دون تمييز بسبب العنصر او الدين او العقيده او السياسه او الحاله الاقتصاديه، كل الجميع متساو في هذا العامل الثالث في ميثاق الأمم المتحدة، وسنأتي إليه الآن بالتفصيل. التمتع بأعلى مستوى من الصحة، جميل، يمكن بلوغه، أحد الحقوق الأساسية. طيب دستور المنظمة الصحة العالمية قال حالة الصحة بقى، هذا هو يعني ما هي الصحة، هذا هو تعريف الصحة القادم، حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا
لا مجرد انعدام المرض او العجز، صح؟ جميل. يعني هل الصحه المقصود بها انعدام المرض او العجز؟ لا، المتابعه، ارتباط الصحه بالاقتصاد، ارتباط الصحه بالمجتمع، ارتباط الصحه بالثقافه. يعني ما فائده الانسان عنده صحه ويجلس في بيته؟ ما فائده انسان صحته ما شاء الله وبلا عمل، غير مساهم في المجتمع، يترك اولاده، يترك اسرته، يترك اخواته، وهكذا لا يساهم. الصحه عمود يرتكز عليه، لماذا؟ ليصل الى الاهداف. الاهداف هي مجتمع متطور، تنميه مستدامه. انت حققت الصحه، يبقى اذا لابد ان تحقق التنميه المستدامه. الشريحه القادمه نكست. طبعا المواثيق الدوليه توالت، العالميه والاقليميه، حتى جاء في الدستور، في دستور منظمة الصحة العالمية، ربط ربط غريب جدا وربط صحيح وفي مكانه وفي محله: صحة جميع الشعوب، بين صحة جميع الشعوب وبين بنود السلم والأمن الدوليين. صح، إذا جاعت الشعوب لا تضمن ماذا تفعل، إذا مرضت الشعوب لا تضمن ماذا يفعلون. إذا فعلا الربط بين الصحة والأمن والسلم، لا، إذا تحقق صحة جيدة ومناعة جيدة عند الشعوب، إذا الشعوب ساهمت مع حكامها، ساعدت حكامها، تمام، ولا يوجد اعتداء على دول أخرى، ولا، وهنا ينشأ السلم والأمن بين الجميع. إذا الصحة المقصود بها ليس صحة الأمراض فقط، لا، البدنية والعقلية. البدنية والعقلية، لأن هناك بدن صحيح وعقل، معلش سامحوني في لفظ دافع. لا، الصحة تشمل البدن والعقل، وإلا ما فائدة صحة مع سفة؟ لا تفيد الصحة مع السفة، بل تضر. سيستعمل صحته كسلاح من أسلحة سفاهته. إذا البدنية والعقلية، ولذلك جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 48، وهذا من أوائل المبادئ، لكل شخص حق في مستوى. كلام جميل صراحة، يعني ويعملون والله على تحقيق، والأمور ماشية، ولكن هي ماشية ببطء إلى حد ما. وسيأتي الكلام عن من يسرع هذه الوتيرة: الجامعات. نحن الآن نتكلم في مؤتمر كبير عن دور الجامعات في التنمية الصحية والمستدامة. البحوث ليس مجرد، سنأتي الآن إلى هذه النقطة الهامة، نقل البحوث بعشوائية، الأمانة في البحوث، البحث العلمي الصحيح. المهم، قالوا لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له والأسرة، انظروا الأسرة البسيطة، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والعناية الطبية. وهل يعني يهيج الناس وتهيج مشاعرهم ويغلي الدم في عروقهم إلا إذا حدث إلا إذا قابلهم صعوبة في هذه الأشياء، في المأكل والملبس والعناية الطبية؟ أسأل سبحان صدق رسول الله، ليس لك من إلا من إلا ما من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأفنيت، فأبليت، تمام، وتصدقت فأبقيت. والله والصدقة هي التي تحافظ لك على كل هذا، ولكن الشاهد: أكلت فأفنيت، تمام، ولبست فأبليت، المأكل والملبس. إذا والله أي حاكم، يعني أي حاكم إذا ربنا يسر، يعني تمام، ضمن لشعبه هذا، يعني سبحان الله، فقد يعني نقول، لا نكثر أن نقول أنه تشبه بعمر رضي الله عنه، ومن هم مثل عمر رضي الله عنه وأرضاه. نكست.
ناتي إلى سنة 66، هناك نصين هامين يتعلقان بحقوق الإنسان. تمام؟ المادة 12 من العهد الدولي اللي هو الأخير تقر، الآن أتينا إلى الدول. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. هذا التعريف متعارف عليه تقريبا يعني، كما نصت على الحق في الصحة أيضا مواثيق دولية أخرى مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة واتفاقية حقوق الإنسان الطفل. لسنا الآن طبعا حقوق الطفل، احنا نحن الآن بصدد التنمية الصحية، لن نأخذ منها إلا التنمية الصحية. يعني بسم الله ما شاء الله الآن لم نسمع، لم نعد نسمع عن شان الأطفال، تشيكن بوكس، الجدري والجديري، التوبركلوزس، التي بي، الدرن، هذا كله بفضل الله تقريبا اختفى. تمام؟ فالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، وهذا باب يعني لحاله يستحق محاضرات ومحاضرات. المهم، تم التأكيد على الحق في الصحة في مواثيق إقليمية مثل الميثاق الاجتماعي الأوروبي سنة 61 وسنة 81، وهكذا تتوالى أو توالت المواثيق إلى أن سنصل إلى الميثاق الهام جدا. نكست. طيب، لأي، طبعا الكلام جميل والمواثيق جميلة، كل ميثاق يوضع أو كل اتفاق أو عهد يوضع، تمام، لابد له أو فكرة حتى يعني، أو فكرة يعني مثل اللهم لك الحمد، يعني نحن حضرت يعني كان عندنا فكرة، نشأت فكرة ثم الآن على أرض الواقع بإذن الله، ثم على وشك التنفيذ بإذن الله فكرة الجامعة، جامعة أريد الدولية. تمام؟ فكرة وضع لها استراتيجية محكمة. أنا أضرب مثال بجامعتنا إن شاء الله، يعني إن شاء الله لن يمر العام إلا وهي يعني بإذن الله تم تدشينها وإنشاؤها بإذن الله. المهم، لابد من استراتيجية محكمة تكون رؤيتها بعيدة المدى، كما نقول خطة 50، خطة 20، ووضعت بذلك فعلا خطط القضاء على العدوى، وضع بذلك خطط القضاء على أمراض أو الوفي أو تقليل الوفيات في من أمراض النفاس عند المرأة بعد الولادة في فترة 40 يوم، الأطفال حديثي الولادة والأطفال الأجنة، وهكذا وضعت خطط بعيدة المدى. ثم وبفضل الله هناك سأذكر إحصائيات بعد قليل إن شاء الله. هنا يأتي دور الجامعات. طب استراتيجيات، من أين ستأتي الاستراتيجيات لتطبيق الصحة المستدامة؟ من أين؟ من العلماء، من أساتذة الجامعات في كليات الطب وغيرها من الكليات الأخرى. تمام؟ المهم، الاعتماد بالدرجة الأولى على البحوث العلمية ذات الاختصاص الصحي. يعني الأبحاث هنا تعتبر بمثابة استراتيجيات تمد المسؤولين عن التنفيذ، المنظمات الصحية. تمام؟ نأخذ البحث العلمي والنتائج التي توصل إليها، تمام، ثم نأخذ منها الاستراتيجية ونضع استراتيجية لمدة 5 سنوات. ها؟ يعني لابد أن يتفق مع هذا البحث على الأقل يعني 5 أبحاث أو 10 أبحاث أخرى. تمام؟ وثم نضع هكذا يضعون المواثيق، هكذا يضعون الاستراتيجيات في الصحة. تمام؟ في البحوث الصحية تدعم النظم الصحية، قاعدة البحوث الصحية الجامعات كليات الطب تدعم، لابد أن تدعم، وليس تدعم، لابد أن تدعم النظم الصحية في تقديم رعاية صحية للناس ذات مستوى أفضل وأكثر عدالة وإنصافا ومستمر. ومستمر. تمام؟ نيكست. من أهم صفات التنمية
الصحية المستدامة صفة هامة جدا أشرت إليها في المقدمة، متكاملة وغير قابلة للتجزئة. يعني إيه؟ متكاملة يعني هي الأساس. أنا قلت ذلك منذ قليل، كورنر ستون في الاقتصاد، في الثقافة، في التعليم، تمام، الانتشار الأمراض، يبقى إذن هي متكاملة مع غيرها وغير قابلة للتجزئة عن غيرها. هم قالوا هي متكاملة وغير قابلة، لا يعني لا أنا أضفت، لا متكاملة مع غيرها وغير قابلة للتجزئة عن غيرها. فالتقدم في مجال ما يتوقف في مجال ما يتوقف على التقدم المحرز في عدة مجالات أخرى. زي مثلا هناك العديد من أوجه التآزر المعروفة جيدا مثل ما يوجد منها بين، هذا هو الشاهد الآن، الصحة، التعليم، التغذية، الحماية الاجتماعية. يبقى إذن هذه هو شرح معنى كلمة أو ما تتصف به الصحة المستدامة، متكاملة وغير قابلة للتجزئة. معنى إيه؟ يعني أنها متكاملة مع التعليم، مع التغذية، مع الحماية الاجتماعية، مع الاقتصاد. تمام؟ طبعا هناك صلات أخرى، المناخ، انتشار الأمراض، تمام؟ كل هذا متكامل، لا ينفك واحد عن الآخر، ولكن الأساس هو الصحة. لا تطلب تعليم من طفل معاق بسبب شلل الأطفال. لا تطلب تعليم من طفل لم يتابع المتابعة الجيدة بسبب مرض في القلب ولد به. لا تطلب تعليم جيد من طفل عنده إعاقة ذهنية الاي كيو. وهناك الآن ما شاء الله تطور في العلاجات وفي الطب بخصوص هذه الحالات، الإعاقة الذهنية، تمام، حتى أن منهم من أكمل تعليمه بسم الله ما شاء الله في الجامعات، خلاص انتهى الأمر. وهذا يحسب للقائمين على البند الثالث من ميثاق الأمم المتحدة التي يتعلق بالصحة، التنمية الصحية المستدامة. نيكست. إذن تعتبر الصحة من أساسيات تحقيق التنمية المستدامة، أو هي الأساس صراحة، أو هي الأساس. طبعا أنا يعني وجدت خلال دراستي أن الأساس اللي هو يسبق الصحة صراحة، وهذه عن خبرة، العزيمة والإرادة. العزيمة والإرادة، عندك العزيمة على مستوى الأفراد والإرادة ستحقق 50% من الصحة المستدامة، عندك العزيمة والإرادة من المسؤولين ستحقق 50% الباقي. باختصار، العزيمة الشيء الوحيد الذي يسبق الصحة في تحقيق التنمية المستدامة، العزيمة والإرادة من المرؤوس والرئيس. بس باختصار، وذلك لماذا؟ لأنها تربط بين ركائزها الثلاث، البيئة والاجتماعية والبيئة البيئة العامة والبيئة الاجتماعية والاقتصادية. تمام؟ يبقى البيئة الصحية يعني والاجتماعية والاقتصادية. تمام، وطبعا كما تكلمنا عن التعليم وغيره لا نريد ان نعيد يعني. نيكست. وصلنا الان الى المؤتمر 87، تكلم بصراحه بالنص. لا هذا نسمى ايه، نسميه في الشريعه نص محكم وليس متشابه. يعني ايه محكم؟ يعني واضح، لا يعني لا يختلف عليه اثنان في فهمه. هناك نصوص كده في المواثيق ايه تجدها من كتر ما الدبلوماسية لا تفهمها، يعني ايه تلف وتدور كما نقول بالعامية. لا يعني وهناك نصوص صراحة، جميع النصوص التي تتعلق بالصحة ستريت ما فيهاش، لا يعني ايه محكمة. يقول لك الحكومات مسؤولة، هنا كما ذكرت منذ قليل 50% من الإرادة والعزيمة عند الحكومة، و50% من الإرادة والعزيمة يعني الحكومة عندما توفر اللقاح وعندما توفر التطعيم، ولا يذهب للافراد لاخذ التطعيم. يبقى باظ خلاص انتهت. تمام؟ يبقى اذا الحكومات مسؤوله عن صحه شعوب. والمسؤوليه هنا مسؤوليه امام الافراد، وان تحايل احد على المسؤوليه امام الافراد
فلن يستطيع أن يتحايل عن المسؤولية أمام الله. إذا تحايل مسؤول عن مسؤوليته وقدم معلومات، وهذا يحدث إلا من رحم ربي، وقدم معلومات عن الصحة يعني ما ليست صحيحة مثلا، فلن يستطيع أن يعني يتنصل من هذه المسؤولية أمام الله. والكلام لنا جميعا منقوص ومحكوم، محكوم وحكم. الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها، ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية. نعم سيأتي هذا كله، كل هذا سيأتي. توفير أدوية مستدامة، لا يعني أنت سبقتني الآن أخي الحبيب، إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية، اتخاذ تدابير وتنفيذها. يعني أنا أضيف على نفسي وتنفيذها. الكتابة جميلة، المواثيق جميلة، اكتب كما تريد، كما يحلو لك، نفذ implementation، حط استراتيجيات، تمام، جبت أبحاث من الجامعات، تمام، التنفيذ. وينبغي بروز جميع شعوب العالم بحلول العام 2000، لأننا الآن نتحدث عام 87. أنا يعني آتي بالتنمية الصحية من الهيستوري، تمام، إلى أن أصل إلى اليوم إن شاء الله مستوى من الصحة يمكنها أن تحيا حياة منتجة. انظر، منتجة بناء على إيه؟ بناء على الصحة، منتجة اجتماعيا واقتصاديا. اجتماعيا يعني إذا تداعى له، إذا تداعى تدا إذا يعني معنى الحديث، إذا أصيب عضو يعني تداعى له سائر الأعضاء، تمام. فإذا هنا المنتجة اجتماعيا واقتصاديا. نكست. طيب إعلان ريو، هو اسمه إعلان ريو دي جانيرو، ده مش ريبو، معلش معذرة، ريو للبيئة والتنمية بالسهل والفرق. تمام، أحسنت اختصار. البشر في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة يحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة. أيضا انظر إلى أنريو، ومنتجة في وئام مع الطبيعة. الله، جميل هذا التعريف الحق. فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة مع تفشي الأمراض المهلكة، صح، وهذا هو صميم محاضرتنا اليوم. لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة مع تفشي الأمراض المهلكة. كيف ستأخذ إنتاج من إنسان مريض؟ لا يمكن. كما يتعذر الحفاظ على صحة السكان دون وجود تنمية مستدامة، مرتبطين بعضهم البعض، لا يتجزأ اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، في إيه؟ نكست. نأتي إلى 2015، الميثاق اللي هو أنا يعني يعتبر رؤية 2030. في سبتمبر 2015 اجتمع رؤساء الدول، الأمر أخذ اتجاه رسمي، رسمي عالمي، خلاص كما نقول سبق الصيف العذب. يعني إيه؟ خلاص. ليه 2015؟ لأنها سبقت بإنذار عظيم وكارثة لم تكن في الحسبان، تمام؟ يعني ايام الفوضى والاشياء والامراض المنتشره وهكذا، جاء 2015، تمام، وبداوا يضعوا النقاط على الحروف. ومن حسن الحظ سبحان الله، اختبار كبير جدا واختبار عظيم جدا حدث لهذه الاستراتيجيه. هي كانت 2015، 2019 أتى الوباء الذي اللهم يعني اللهم لك الحمد عافى العالم منه بفضله ومنه، هو أتى من عند الله وشفينا منه جميعا بأمر الله، يعني من قضاء الله إلى قضاء الله، اللهم لك الحمد. فكان اختبارا صعبا على هذه الرؤية، ونجحت بفضل الله. ميثاق الأمم المتحدة سبق هذه الجائحة ب4 سنوات، وكأن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيحدث، ما سيحدث في 2019، سبحان الله. هذه من نعم الله علينا. فالمهم تضمن هذا الميثاق 17
من اهداف ايه؟ هو الميثاق كان للتنميه المستدامه عامه، ولكنه اهتم في البند رقم 3 بتنميه الصحيه المستدامه، وهذا يحسب لهم. هو يحسب لهم لماذا؟ هو ليس تفضل، ولكنه اصبح امر واقع، لابد، هذا حق. نكست. الهدف الثالث من هذه الاهداف ال17 هي الصحه الجيده والرفاه. هكذا هو نصه في ميثاق الامم التي هي تعتبر أسر رؤيه 2030. التزاما التزمت هذه الاهداف بانهاء اوبئه، طبعا انهاء، لان هذه الاوبئه فعلا كانت وصلت الى النهايه، يعني بدات من فتره، ولذلك هو قال انهاء، وهو يعني هو قلبه جامد يعني تمام يعني هو انهاء، لانها خلاص او شكل انتهاء التي بي الدرن، خلاص التطعيم كل بقى اجباري منذ سنوات عشرات السنين، منذ ولاده الطفل، مجرد ان يولد الطفل ياخذ طعام طعم الدرن على طول تمام. الملاريا، الملاريا اصبحت الان مركزه في بعض دول افريقيا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافيهم جميعا ويعافي الاخوه الدعاه الذين يذهبون الى هناك، لانه والله يعني منهم ليس نسبه ليست بالقليله التي اصيبت بالملاريا، ولكن الملاريا كمرض مثل السابق لا 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 لا، تقريبا انتهت، تقريبا على وشك انتهاء، هي مرتكزه في اماكن فقط. ولكن الايدز ايضا، طبعا الايدز هم سبقوا يعني جعلوه هو الشغل الشاغل عندهم لاسباب طبعا تعلمونها جيدا يعني. المهم، والامراض السريه الاخرى بحلول عام 2030، واعتقد انه باذن الله تعالى فعلا بحلول عام هذا باذن الله تعالى ب 2030 هذه الاوبئه ستنتهي تماما. المهم، تشمل المساعي، تشمل البند الثالث يعني او الهدف الثالث، يشمل ايه؟ المساعي لتحقيق هذا الهدف تمام؟ تشمل التغطيه الصحيه الشامله على مستوى العالم. وانا اضيف على هذا البند الامانه في توصيلها وتنفيذها. الامانه، لا توجه الامانه، لا توجه ال 90% من التغطيه الى دول اوروبا ودول مش عارف، و10% لدول العالم الثالث. وهذا يسمى، نحن نسميها تنمية تنمية صحية مستدامة، تنمية. إذا أنت تتجه إلى من يحتاج التنمية أولا. العدل في وصول هذه المساعي، في تنفيذ هذا الهدف، الصحة الجيدة والرفاه. طب يعني بعض الكثير من دول العالم الثالث تحتاج الصحة الجيدة، يا أخي خلي الرفاه بعدين بعد كده إيه تمام، طب حقق لنا الصحه دي تمام. فتشمل المساعي التغطيه الصحيه الشامله، هذه انا يعني برود ستيتمنت، يعني جمل كبير يعني عريضه، ولكن تنفيذها يعني اعتقد انه يحتاج الى شيء من العدل. وتوفير سبل الحصول على الادويه، الاخت زهره سالت السؤال، وتوفير سبل الحصول على الادويه واللقاحات الامنه بأسعار معقولة للجميع. هذا صراحة في بعض الدول، يعني أنا أقيم في المملكة العربية السعودية، ونعم والخليج صراحة اللقاحات الخاصة بكوفيد 19 والله شملت الجميع، 30 مليون عدد السكان، الجميع، ولقاحات ما شاء الله قوية تمام. هذا إذا طبق هذا النموذج، هذا النموذج تمام الذي طبقته الدول الخليج على على دول العالم الثالث، طبعا هناك الكثير من الدول لم تأخذ اللقاح أساسا، وسترهم الله سبحانه وتعالى، ولا نعلم عن إحصائيات الوفيات ولا لا نعم. وهم كاتبين هنا توفير سبل الحصول على الادويه، هذا لا يختص فقط معلش باللقاحات، لا، الادويه الحكومات كما ذكرنا منذ قليل مسؤوله عن ذلك، مسؤوله عن ذلك. ونقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن انت مسؤول
أنت وثق تماما أنك إذا فعلت ما استطعت، ها، بلغ الله عنك، ها، النية السليمة التي تسكن قلبك إلى شعبك. فقلوب العباد بين إصبعين، بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. إذا توفر المسؤول النية السليمة والخوف على المرؤوسين، والله لو لم يفعل شيء لأوصل الله هذه النية إلى مرؤوسين، واستشفوا واستنبطوا واستشعروا منه الصدق. نعم. ولذلك أخي الحبيب، يعني هما، يعني نجد أنهم هي رؤية 20 30، ويعني يفعلون ما يستطيعون. وأنا يعني متأكد تماما أنه ستأتي هناك أيضا رؤى أخرى بعدها، ولكن هذه الرؤية السارية الآن، الرؤية هذه هي السارية الآن. المهم، دعم البحث والتطوير، الجامعات، أنا دائما أنوه على الجامعات، لأن مؤتمرنا هذا خاص بالجامعات وخاص ودورها في التنمية المستدامة، نأخذ منها الساحة البحوث والتطوير في مجال، كما حدث صراحة في النموذج المحلول، أنا أسميه نموذج محلول، وهو كوفيد 19. انتشرت سريعا البحوث، ولكن طبعا على مستوى أوروبا للأسف، يعني دول العالم الثالث، يعني هم هنقول ايه. المهم، نكست، لا أريد أن أطيل، معذرة، يلا نكست. الهدف الثالث له مقاصد تحقق صراحة غالبه أو غالب النسب، يعني كلها تحققت بنسب، يعني النسبة العالمية لوفيات، كان زمان نسبة البوست بارتم ديث، وهي الوفيات بعد الولادات، يعني في سن، في عمر، أو في الأربعين يوم، خلال الأربعين يوم أو 6 أسابيع بعد الولادة، تجد الست شوية فيفر، سخونية، وخلاص وانتهى الأمر، وسبسز، التهاب في الدم، وتوفيت. تمام، سبحان الله. تجد ان هناك بعض الجروح، كان هناك الست كانت ممكن يتوفاها الله بسبب التهاب في جرح في المهبل مثلا، التهاب في قيصريه يؤدي الى، والله بعض الحالات كانت يعني توفاها الله بسبب التهاب في الثدي نتيجه تراكم الملك، اللبن في الثدي، لعدم، لا تجد المضاد الحيوي، لا تجد التشخيص المضبوط، لا تجد كل هذا بفضل، تم القضاء على، نعم، الوقاية خير من العلاج. تم، وصل، هم يريدون أن يصلوا إلى أقل من 70 حالة لكل 100 ألف. أعتقد أنهم على وشك الوصول الآن، 120 يعني، والله النسبة الآن جميلة جميلة، بعد انتشار التقدم العلمي في الأدوية والوقاحات وفي التطعيم أثناء الولادات، تمام، والطهارة ومكافحة العدوى في المستشفيات، ومكافحة العدوى في المستوصفات الصحية، ومتابعة والمتابعة الجيدة للحوامل. المهم، يعني لن نطيل في هذا لأنه هو تخصصي، ولو فتحت فيه لن أنتهي يعني. المهم، أيوة نعم، وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة، وهذه يسمونها يعني الإنفانت وما بعد، الانفانت هذا لغايه سنه وما بعد، لغايه سن الخامسه التي، وهذا الوقت، نعم، هذا، واقول كلمه واحده للاخت الدكتوره هجيره، بارك الله فيها، كلمه واحده نلخص كل شيء في كل هذا في كلمه واحده: غسل الايدي، غسل الايدي. وهذا من اهم البروتوكولات في مكافحه العدوى على المستوى العام، غسل، تمام. وسبحان الله، نغسل أيدينا ونتوضأ 5 مرات في اليوم، 5 مرات. وأهم بنود، وأهم بند، وأهم بروتوكول في الوقاية في مكافحة العدوى، بروتوكولات مكافحة العدوى، غسل الأيدي، النظافة. المهم، هم يريدون طبعا، وضعوا إلى أن يصل إلى 12 حالة وفاة في كل 10,000، ليس كل 1000 طبعا، إلى 10,000 مولود. نعم، صدقت.
تخفيض طبعا وضع نهائي لاوبئه الايدز السل. طبعا نحن الان في المقاصد والملاريا والامراض التي ذكرها طبعا الاخوه الدكاتره الان المتفاعلون معي والامراض المداري. نعم نعم الفحوصات الدوريه من الاساس هذه، ولكن كما ذكرت يا اخت هجيره العزيمه الاراده العزيمه الاراده عند الفرد وعند المنفذ وعند المسؤول. تمام. طيب تخفيض الوفيات المبكره الناجمه عن الامراض غير المعديه، امراض القلب، امراض الكبد، امراض بمقدار هذا ايضا بالمتابعه. يعني مثلا غير هضرب مثال الامراض غير المعديه، متابعه سرطان الثدي، الوقايه من سرطان الثدي كل 6 شهور، هذا تفحص الثدي ماموجرام بسيط، ماموجرام لن ياخذ ربع ساعه، الترا ساوند لن ياخذ ربع ساعه، تمام، تكشف عن الثدي. طبعا هذا سيقيها باذن الله تعالى من سرطان الثدي. الفحص المبكر عن سرطان عنق الرحم طبعا هذا خلاص تم، اصبح اجباري في المملكه العربيه السعوديه وفي غيرها من البلدان وفي اوروبا طبعا، واصبح هناك لقاح لسرطان عنق هيومن بابيلوما فيروس، اصبح هناك له لقاحان وليس لقاح واحد، يعني تاخذ هذا او هذا، يعني مش تاخذ اثنين هذا او هذا. المهم تعزيز الوقايه من اساءه استهلاك، ابيوز ابيوز مشكله، الابيوز مشكله، اساءه استعمال المواد كحولات، مواد المخدرات، ترامادول، مسكنات. ليس المقصود لا يذهب ذهنك الى هم يقولون مخدرات وتناول الكحول، لا والله والله هناك من هو أسوأ من هذا، وليس محرم وليس جدولا وليس محرم قانونا، وهو كثرة أخذ المسكنات، والله لا تقل خطورة عن المخدرات. كل ما يتعب ها ياخذ مش عارف ايه، روح خذ فولترين مسكن، كل ما اذهب خذ مش عارف بنادول، ثم بعد ذلك يفاجأ بايه؟ مشكلة في المعدة عافاكم الله، مشكلة في قرحة في المعدة عافاكم الله، مشكلة أكبر إيه؟ مشكلة في الكلى، سبقتني الأخت زهرة، مشكلة في الكلى، هذه المشكلة الأكبر. يبقى إذا لا يذهب ذهنك على طول إساءة استعمال المواد إلى ها المخدرات، نعم المخدرات، نعم الكحولات، ولكن هناك عدو خفي. لماذا خفي؟ لأنه لا يجرب من يستعمله، لأنه ليس جدولا، وهو المسكنات، المضادات الحيوية بكثرة، المضادات الحيوية بكثرة. طيب خفض عدد من الأهداف، خفض عدد الوفيات والإصابات عن حوادث المرور، تمام طبعا، وهذا طبعا صراحة يعني طب رفعوا معدل، لم يستطيعوا أن يخفضوها بالطرق السلمية فخفضوها بالطرق الإيه المادية، يعني أصبحت ما شاء الله العقوبات عن مثلا اجتياز السرعة والكلام ده أصبحت عالية جدا بصراحة، قللت حوادث المرور كتير كتير، هم أتوا من الباب الآخر تمام، يعني جعلوا مثلا مخالفة السرعة وصلت 3000 ريال مثلا في الخليج، بس 3000 ريال، لا 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 ده أنا همشي على 70 يعني أمشي. لا أنا همشي بارك الله فيك بارك الله فيك، لا أنا همشي على 70. وهنا تأتي دور الجميل للمسؤول، خلاص ما فيش العزيمة، لا يوجد العزيمة والإرادة عند المحكوم، لا، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، القرآن يقول لك حافظ على نفسك تمام، الآيات كثيرة لا يعني من أراد أن يرجع لها، لأن من المقاصد الكبرى أو من الكليات الخمس حفظ النفس تمام. طيب لا أنت لا تريد أن تحفظ نفسك، لا المحكوم يجب أن يكون، الحاكم يجب أن يكون ذكيا، وهنا يسخطون أحيانا في بعض الأشياء عن الحكام، لا هذا السخط عن بعض الأشياء، هم معهم حق في أشياء وليس معهم حق في أشياء، أنا أتكلم عن الآن عن زيادة المخالفات، زيادة هذا حفاظا عليك شئت أم أبيت. نكس نعم 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 صدقتي أخت هجيرة صدقتي. ضمان حصول الجميع على خدمات، يعني سأقرأ سريعا معذرة لأن الوقت داهمنا، على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية تمام، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة، تنظيم وهنا نقطة معذرة لا أريد أن أقول، تنظيم مهمة جدا، تنظيم وليس تحديد،
يعني التنظيم لك الحق، تحديد تدخلت فيما ليس لك الناحية الشرعية، ولا لن أقول أكثر من هذا. تنظيم الأسرة أنت لا تستطيع نظم، تمام؟ البنت أصبحت الزوجة صحتها ده خلاص ده بارك الله فيك. لا ليس هناك شيء في تنظيم الأسرة. لو كان هناك أيام الصحابة رضي الله عنهم كان يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة منع الحمل، وكان عندهم طريقة، نعم طريقة منع. نعم أيوه نعم كان عند الصحابة طريقة ما هي العزل، طريقة العزل، تمام؟ فكان يسألون الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا يعد من وقت الموءودة؟ يعني كانوا يخافون يعني العزل ويخافون. طب نحن الآن يعني يستعملون اللولب الهرمونات تمام. هم يعزلون يعني ايه العزل؟ يعني يأتي في أيام التبويض ولا يقترب من زوجته، تمام؟ فيسأل الرسول لا، قال لهم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، وهذه الحكم او هذا الاصل اصل في تنظيم الناس. رد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يعتبر اصل في تنظيم الناس. قال لو اراد الله، لو اراد الله له للجنين يعني لن يمنعه احد المجيء او الحياه فيما معنى الروايه الحديث، لو اراد الله ان يخلقه ان يخلقه ها لن يمنعه احد. وهذا يحدث، وهذا يحدث. المرأة تستعمل اللولب وتأتي بعد سنة أو ثلاثة حامل على اللولب خلاص. ولذلك أنا أقول تنظيم الأولى. المهم تحقيق التغطية الصحية الشاملة تكلمنا عنها، الحد بدرجة كبيرة من عند من عن الوفيات والأمراض وتكلمنا عنه، تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية وتكلمنا عنه. نيكست. طبعا أركز أيضا على دعم البحث والتطوير، الجامعات، دور الجامعات طبعا كليات الطب، أنا أقصد كليات الطب في الجامعات، وأيضا هناك بعض مراكز البحوث، كليات العلوم، كليات الصيدلة، وليس الطب فقط البشري يعني، لا كل ما يتعلق بالطب للأمراض المعدية وغير المعدية. طبعا زيادة التمويل في قطاع، هذا ذكرته الآن لأن منظمة الصحة العالمية أتاها تمويل من الامم المتحده ومن العالم، يصرفون معظم التمويل، هم عندهم مبرر، عندهم مبرر يقول لك انا اعطي مثلا اوروبا وغيرها 60% او 70% من التمويل لانهم هم الذين يقومون بالابحاث وهم الذين يقومون بعمل اللقاحات وهم الذين يقولون، هذا مبرر ولكن ليس مبرر معذره. طب يعني ليس 70 80% ها لا يعني اهدل اهدل، الناس يموتون في افريقيا الان من الملاريا ومن غيرها. ان في دول والله بعض الدول العربيه يعني لما لا اريد ان اذكر مثال، ولكن كل شيء معروف، كل شيء طبعا معروف. طبعا المجال الانذار المبكر كما ذكرت الان وهو الامراض سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم وهكذا. طبعا هناك دلالات الاورام عامه، الاورام كلها في ناس بتعمل يعني، هنا من يريد صحه جيده ومن يخاف على نفسه فعلا كل عام يعمل تحاليل تسمى دلالات الاورام، ماده او اثنين او ثلاثه يقول لك هذه دلالات الاورام هذه تشير الى في مشكله خفيه في المكان الفلاني في العظام في المخ. فلما نفاجئ كما نفاجئ الان على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الاساتذه الكبار يقول لك سرطان في المخ، سرطان عافاكم الله وعافانا، يعني سبحان الله متابعه كما ذكرت الأخت منذ قليل. نيكست. طيب كيف نحقق التنمية الصحية المستدامة؟ إن شاء الله في هذا في يعتبر النقطة الأخيرة يعني. توجيه الجهود البحث، أنا دائما أبدأ بالجامعات لأن هذا كما ذكرت أنتم تعلمون أن هدف هذا المؤتمر هو دور الجامعات في التنمية المستدامة، توجيه الجهود البحثية نحو القضايا الصحية ذات الأولوية وتطبيق التطبيق، قلت لكم في بداية التطبيق implementation هو ده الأهم وليست أبحاث، وكلكم تعرفون يعني طبعا إلا من رحم ربي، هناك من الأساتذة الزملاء الأفاضل من عندهم أمانة شهيرة في الأبحاث ويتابع رسائل الماجستير مع الطالب والدكتوراه، ولكن هناك من لا يتابع، هناك من لا يرى الأستاذ إلا عند أخذ موافقة على المناقشة يراه مرتين، والله انا اقول هذا يحدث الا من رحم ربي. ف
طالب الماجستير يرى المشرف مرتين، مرتين، مرة عند البروتوكول ها، ومرة عند تحديد ميعاد المناقشة. طبعا هناك الأمانة كثيرة في وسط الزملاء، والله الأمناء كثر، ولكن بعض القليل، وطبعا كل مهنة فيها وفيها، تمام، حتى الذي لا يؤدي الأمانة هو على العين والرأس أيضا، ولكن نسأله أن يساعد، لأن ربما يعني يستخرج من هذا البحث الذي أهمله مع هذا الطالب، يستخرج منه ما يفيد المجتمع، ما يفيد الناس. ولكن هل هي مجرد رسالة؟ هل مجرد 4 أبحاث للترقية أستاذ مساعد؟ هل مجرد 4 أو 5 أبحاث للترقية أستاذ مساعد؟ أستاذ أبحاث تكتب وتنقل وتوضع في المكتبات ويأخذ الترقية، الأمر التنفيذي يصدر فلان أصبح أستاذ مساعد، الأمر التنفيذي فلان أصبح مش عارف أستاذ. لا 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 لا، هذه أمانة سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، وسيسأل عنها من يشرف ومن يناقش، ليست فيها مجاملة. ها، وأنا يعني ليا صراحة أصدقاء لا أزكيهم على الله، ويعني نحسبهم على خير والحمد لله. نيكست، تقديم طبعا المساعدات المالية إلى البلدان، انظر النامية، النامية هذا هو الهدف، التي تمر اقتصادها بمرحلة تنفيذ استراتيجية الصحة للجميع، كلام جميل، ولكن ينفذ تعزيز برامج منظمة. طبعا هذه البرامج، هذا الكلام لأنه كلام كما نقول وضعوا بين فكي كماشة، كما نقول في المسجد في كوفيد 19، نفذوا هذا الكلام والله بحذافيره، وجعلوا لجان تفتيش على مستوى المستشفيات وعلى مستوى ليه؟ لأنها جائحة عامة أصبحت عليها الرقابة تحت الميكروسكوب. طب ما ننفذ كل ده في وقت، هو لازم يكون في جائحة؟ لابد أن يكون هناك جائحة يعني لننفذ الميثاق؟ لا إله إلا الله. نيكست، نيكست. طبعا معذرة للصوت، اللي أنا طبعا بيتي أو مكتبي يطل على المسجد مباشرة، يعني معذرة إذا كان صوت الأذان واصل. طبعا هنا هذه الآية مرعبة، هذه الآية مرعبة. إيه المرعب فيها؟ كلمة واحدة، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وإيه كمان؟ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. طب الله ورسوله والمؤمنون، هؤلاء الشهداء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من هم؟ أمة محمد. من هم؟ المؤمنون شهداء على الناس. والأمر هنا لمن؟ هنا الأمر يقتضي الوجوب، اعملوا فسيرى الله عملكم، الكلام للرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، المسؤول ومن تحت إمرتهم، وقل اعملوا فسيرى الله، أسلوب ترهيب، فسيرى الله. أنت تقول إيه؟ تقول لابنك عندما تهدده يعني، ذاك أنا هشوف بكرة أنت عملت إيه؟ أشوف، سأرى، أسلوب ترهيب، تمام؟ نعم، نعم بالضبط، أحسنت. وستردون إلى عالم، كل الكتاب يعني كل واحد ألزمه الله طائره في عنقه، طائره عمله كتابه، نفذ. ستسأل عن إرادتك، عن عزيمتك، وعن نيتك، وعن احتسابك لأمر الله، وعن إهمالك والعكس. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، انظر إلى عالم الغيب مقصودة، لأن أنت تتوقع أن حد ما حدش شايفك؟ لا، يعني تأتيك ميزانية للصحة مليون، تأخذ منها نصف مليون، ها؟ ثم تعطي النصف الآخر للصحة، ثم ما يأتي من بعدك يأخذ 300 ألف، ثم يتبقى 200 ألف، ثم يأتي من بعدك الأصغر يأخذ 100، ويصل المواطن 100 من المليون. ولذلك قال إلى عالم الغيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولماذا وبعد لماذا سترتون؟ فينبئكم. انظر إلى التسلسل، اعملوا خلاص
هيعمله؟ نفذ العمل. لا، خلي بالك، فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنين. طيب انا عملت واحتسبت، انت كنت احتسبت وعارف ان ربنا شايفك، تمام؟ لا، تمام. ثم ينبئكم ايه؟ فينبئكم ثم تردون الى عالم، وستردون الى عالم الغيب والشهاده، وفي ايه اخرى ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما اسلوب ترهيب بعد ترهيب بعد ترهيب. لماذا؟ لكي نستمر في التنميه المستدامه. هذه الايه صالحه لكل زمان ومكان الى ان تقوم الساعه. يبقى اذا هذه الايه تدعو الى التنميه المستدامه، وخاصه التنميه الصحيه المستدامه. هذه الايه لكل استاذ يشرف على بحث، لان الاساس في التنميه المستدامه والتنميه الصحيه المستدامه البحوث التي يستنبط منها استراتيجيات ثم توضع الافكار والمواثيق. الى هنا وصلت الى نهايه محاضرتي. اذا كان هناك اي سؤال للاخوه فانا تحت امركم، يعني لعشر دقائق كده نظرا لصلاه العشاء يعني. بارك الله فيك. هل هناك أي مداخلات؟ شكرا لكم سعادة الأستاذ الدكتور محمد ماهر عبيد على هذه المحاضرة القيمة، بارك الله بكم وجعلها في ميزان حسناتكم. الآن نأخذ مداخلات من الحضور الكرام، من يرغب بالمداخلة يمكن أن يتفضل برفع اليد لكي يتم فتح المايك. معنا مداخلة، تفضلوا. من معنا؟ الأستاذ مرتضى، تفضلوا بفتح المايك. أستاذ مرتضى يمكن الضغط على المايك لغرض فتحه والحديث، تفضل. أنا الدكتورة محاسن، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي دكتورة محاسن. الصوت يتقطع دكتورة محاسن، الصوت يتقطع لديكم. أها، دقيقة نقفل الآن. أنا فاتحة الآن أفضل، اثنين، أي فاتحة لابتوب وهنا مع بعض. أيوة طيب، الآن هي أفضل، نعم تفضلي. طيب. أول حاجة أنا أشكر الدكتور، ويعني أول حاجة بالنسبة لنا في جانب التأصيل، المحاضرة دي يعني مهمة جدا 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 لأبعد حد يعني، وخاصة إنه أنا يعني برضو بربط بين العلم والدين، تخصصين، لكن عندي تأصيل في جانب الطب، العلم والدين، وعندي بحوث في جانب تأصيل علم الطب تحديدا يعني. فأنا أتشرف بأنه الدكتور يا ريت يكون في تواصل أو رقم أو أي شيء أو في الشات أقدر أتواصل معه، عشان البحوث بتاعة التأصيل في علم الطب ما في، نادر نادر ما ألقى يعني زول متخصص في جانبي الطب وتحديدا والجانب الديني. دي حتة. الحتة الثانية بالنسبة للتنمية المستدامة، أنا في الحقيقة عندي سؤال هنا. إذا كان أصلا إحنا يعني برضه يعني تأصيلي، إذا كان إحنا أصلا في الدين عندنا الحياة بالنسبة للإنسان مهمة، وبتعتبر يعني العقل والدين يعني العقل وال اسمه شنو اسمه شنو خمسة أشياء الإنسان المفروض يحافظ عليها يعني بالنسبة في حياته، يعني بالنسبة للدين والعقل. أيوة نعم. فمنا المحافظة على الصحة، يعني الصحة والعقل والأشياء دي مهمة شديد. فيعني انا دائما يعني في عندي بحث العقل بين القلب والدماغ. فالعقل يا دكتور هو يعني هو المناط التكليف،
خلاص، والعقل المسلم هو اللي ممكن يدير مسألة الصحة والتنمية المستدامة بشكل أكثر من هؤلاء يعني غير المسلمين بصورة أكبر يعني. فأنا شايفة إنه عندي في المجال ده أيضا بحث بعنوان العقل بين القلب والدماغ، فشايفة إنه التنمية المستدامة يعني أصلها يعني ممكن إنه يساهموا فيها المسلمين بشكل أكبر، بحيث إنها تكون تنمية مستدامة في جميع النواحي بعقولهم وفكرهم وهدايتهم في آن واحد، زي ما أنت تطرقت للجانب الروحي والجانب التغذية الروحية والتغذية الجسدية في عقل المسلم هي اللي بتقود إلى التنمية المستدامة في كل نواحي الحياة بما فيها الصحة. فدي النقطة اللي أنا دار أشير لها وأشيد بالدكتور وأشيد بالجانب ده، ما عندنا ناس كثيرين فيه، فيا ريت نتواصل. وشكرا لك، شكرا لك يا دكتور. بارك الله فيك يا أختنا الفاضلة صدقتي، وأنا أشرت إلى حضرتك ما تفضلت به وقلت التنمية الصحية على المستوى البدني والعقلي، البدني والعقلي أشرت إليها وأكدت عليها فعلا، لأن هو فعلا هو الشريعة حثت على حفظ الكليات الخمس، الكليات الخمس العقل والدين، العقل والدين تمام والنفس والعرض والمال، هذه الكليات نعم الخمس نعم تمام. انا اقول ولذلك اكدت على التنميه الصحيحه العقليه والبدنيه، وقلت ان ماذا تستفيد من جسم ما شاء الله طويل عريض صحه جيده وعقله تافه؟ لا تستفيد شيء، بل بالعكس سيكون عضو هادم، عضو هدام بالرغم من صحته الجيده. فالربط فعلا احسنت يا ربطي، وانا اتشرف بالتواصل مع سعادتك ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك يا دكتور، شكرا، شكرا جزيلا أستاذ شكرا لك، الدكتور، شكرا للدكتور. عفوا عفوا. من لديه استفسار آخر يمكنه رفع اليد. نعم، الأستاذ أشرف محمود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور محمد، ربنا يكرمك ويبارك فيك ويبارك في علمك يا رب. هو أنا استفساري باعتباري معلم بخصوص يعني المناهج اللي موجودة في كليات الطب وكليات القطاع الطبي بصفة عامة، وكلنا بنلمسها، لأن أنا مستفيد من الخدمة، فأنا بقيم الخدمة لأن أنا متلقي، زي ما الطالب عندي في المدرسة بيتلقى خدمة فهو أقدر واحد إن هو يقيمني كمعلم مش حد تاني. إن الطب عندنا في الشرق الأوسط أو في منطقة الدول العربية والإسلامية للأسف أو الغالب والعام بيشتغل على الجانب العلاجي وليس الجانب الوقائي. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، الأمراض المزمنة المنتشرة دلوقتي للأسف الواحد كده بيبص يلاقي إن يعني مافيا شركات الأدوية العالمية والشركات متعددة الجنسيات دي، طبعا حضرتك عارف اكتر مني ان دي بالنسبة لهم موضوع اقتصادي كبير وعوائد كتير. السكر له علاجات وعلاجات بسيطة، وحضراتكم برضو ادرى بها مني، الضغط له علاجات وعلاجات بسيطة. كنت حاضر محاضرة مع احد الاساتذة العراقيين استاذ التغذية، قالت ان هي اصيبت بالسرطان في حرب الخليج الاخيرة من 20 سنة، ولم تتلقى العلاج الكيماوي ولا العلاج البروتوكول العالمي اللي بتعرف عليه. اشتغلت على حاجة طبيعية جدا اللي هي فيتامين بي 17، وده موجود في نوى المشمش، تلقت هذا العلاج وهي إلى اليوم عايشة. اللي اشتغلوا على العلاج الكيماوي أو البيولوجي أو غيره يعني سنوات بسيطة وتوفوا. فأين نحن من هذا وأين الأطباء من هذا؟ هل أنا أعلمك كمتلقي والأطباء والباحثين لا يعلمونه؟ شكرا جزيلا. أحسنت. هذه النقاط أنا أعيد جمل أنا ذكرتها جمل في أثناء المحاضرة تتعلق بهذا تماما. رقم واحد، الأمانة. الأمانة في توصيل مخصصات
الصح. تمام. وانا حتى ذكرت مثالا، يعني هو يعتبر مثالا كما يكون شر البلية ما يضحك وكوميديا، يعني اذا خصصوا مليون للصحة على ما يصل المليون للمواطن في تنمية هذه العلاجات والوقائية، الأشياء الوقائية أو مكافحة العادة وكذا، تصل 100,000 مثلا. تمام. الأمانة. ثانيا الإرادة، الإرادة والعزيمة والنية الصادقة. تمام. والله يا أخي الحبيب، إذا لم تتوفر هذه الأشياء التي لا تحكم إلا الإنسان، هي التي تحكم الإنسان، ضميره هو الذي يحكم. إذا لم يتوفر فاصنع ما شئت. النقطة الثالثة، منظمة الصحة العالمية للأسف تركز، هي أقول للأسف ولكنها والله يعني هي لها مبرر كما ذكرت هذا المبرر، أن أوروبا هي التي تقوم بالابتكارات في الأدوية والوقاية، ولذلك تركز لها مخصصات عالية جدا. هو معه الحق، معه الحق للأسف، لأنه يركز، هو شايفنا لا نعطي الأشياء حقها. تمام. فأنت يعني كلامك كله صحيح. والنقطة الثالثة أو الرابعة، البحث العلمي. البحث العلمي للأسف الكثير منه يعني لغرض الترقيات، لغرض الحصول على ماجستير، الحصول على دكتوراه. طيب تنفيذ، كما ذكرت دائما أنا كلمة الامبلمنتيشن، لا يوجد تنفيذ. تمام. إذن هنا الجذر، هنا جذر الشجرة كما يقولون، كيفية وتطبيق والأمانة في تنفيذ البحث العلمي من أول الطالب والمشرف إلى من سينفذ، إلى الحكومة نفسها. فطبعا يعني كلامك كله صحيح يا أخي، وأتمنى يعني كما تتمنى والله إن كل ده إن شاء الله تتم تسديد العقبات، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى لنا أبواب الخير والبركات في هذا الأمر. تفضل يا شكرا جزيلا، شكرا سعادة الدكتور. هل يوجد أي استفسار آخر؟ تفضلوا برفع اليد. الدكتورة محاسن أرسلت بريدها الإلكتروني لحضرتكم، لحضرة الدكتور محمد، لغرض التواصل. طيب حاضر فإن تمام شاء الله بعد المحاضرة نرسله لكم. إن شاء الله، حاضر حاضر تحت أمرها إن شاء الله، لي الشرف إن شاء الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. هل يوجد أي استفسار آخر أعزائنا الحضور؟ إذا لم يكن هناك أي استفسار آخر، ممكن أن ننهي المحاضرة، وبعدها نشرح طريقة الحصول على الشهادة وكذلك رابط التسجيل. نشكر سعادة الأستاذ الدكتور محمد ماهر عبيد على هذه المحاضرة القيمة والتي كانت بعنوان التنمية الصحية المستدامة. شكرا جزيلا لكم بروف محمد، بارك الله بكم ونفع بعلمكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لجميع المستمعين ان شاء الله، ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. شكرا جزيلا. آمين. الآن أستاذ الحضور، سيتم مشاركة الشاشة لغرض شرح الشهادة، شرح طريقة الحصول على الشهادة. طبعا تم مشاركة الروابط المهمة في صندوق الدردشة في الزوم، وسيتم مشاركتها مرة أخرى أيضا الآن. الأول هو رابط تسجيل الحضور وطلب الشهادة، باقي روابط لمن يستفسر عن كيفية متابعة فعاليات المنصة يلحق بمجموعة الواتساب الخاصة بنشاطات المنصة، وكذلك يمكن متابعة قناة اليوتيوب والتي تحتوي على جميع المحاضرات والتي تنزل تباعا إن شاء الله، يتم معالجتها ووضعها في قناة اليوتيوب على المنصة. أيضا هذه المحاضرة وجميع المحاضرات الأخرى سيتم وضعها بإذنه تعالى. بالنسبة لطريقة الحصول على الشهادة، طبعا تم مشاركة رابط هذه الصفحة معكم. نحن الآن في اليوم الرابع، هذه هي الجلسات الخاصة بالمحفل العلمي الدولي 14. نضغط على اليوم الرابع، نحن في اليوم الرابع.
تظهر لنا فعاليات اليوم الرابع. نعم، الآن أستاذة الهنا، الآن نشرح طريقة استصدار الشهادة، ممكن متابعة معنا. الآن نأتي إلى اليوم الرابع، هذا هو، هذه هي المحاضرات التي تم وضعها في اليوم الرابع. هذه هي محاضرتنا مع سعادة الأستاذ الدكتور محمد ماهر عبيد، التنمية الصحية المستدامة. من هنا التسجيل، نسجل، نضغط تسجيل، ثم نضغط على الزر الأخضر لطلب الشهادة. لمن يرغب بالحصول على الشهادة، الاسم هنا ممكن أن نضع اللقب، لمن لا يظهر اللقب العلمي لديه ممكن أن يعني يعدل بالاسم، يضع لقب بالعائلة، يضع اللقب العلمي، أي شيء حسب ما يريد أن يظهر في الشهادة. وهنا عنوان الشهادة، نضغط إصدار ثم تحميل الشهادة. طبعا سيتم استقطاع رسوم الشهادة وهي 10 دولار، وتظهر بهذا الشكل. شهادة من المحفل العلمي الدولي 14، مختومة وموقعة. نعم، أي استفسار آخر ممكن كتابته في صندوق الدردشة لكي أجيب عنه. التسجيل، نعم موجود التسجيل، موجود هنا في الزر الأصفر اللي أشرنا إلى قبل قليل، اللي كان هنا. نضغط تسجيل. عند التسجيل إذا ظهر إلغاء تسجيل، معنى ذلك أنكم مسجلون. الآن أنا سجلت فظهر لي إلغاء التسجيل. هذا هي فعاليات اليوم الأول، نذهب إلى فعاليات كلها نفس النظام. هذه هي نعم، بالنسبة لدفع الرسوم موجود هنا في هذا الزائد، علامة الزائد هذه في المنصة، نضغط عليها. تظهر لنا عدة طرق من طرق تعبئة الرصيد، تعبئة حسابكم في المنصة، ممكن عبر أعضاء منصة أريد، يمكن التواصل معهم، موجودة بياناتهم، ممكن التواصل معهم عبر الإيميل، عبر الواتساب، أو كذلك ممكن عبر البطاقة الائتمانية من لديه هذا الخيار، أو عبر الباي بال، أو عبر شركات الحوالات المالية. توجد شركات يقومون بالحوالات المالية لحسابكم في المنصة، يمكن التواصل معهم، أو من خلال الويسترن يونيون يمكن التحويل. وعند التحويل عبر الباي بال أو الويسترن يونيون أو البطاقة الائتمانية، يرجى إعلام الدعم الفني لكي يتم متابعة حوالتكم. نعم، بالنسبة لدكتورة مها، تقول لدي مشكلة في الدخول. طيب، سأرسل الآن كيفية استعادة كلمة المرور، سأخرج من حسابي وأرسل لكم رابط استعادة كلمة المرور لكي تستعيديها، وبعد ذلك يمكن الدخول. هذا هو رابط استعادة كلمة المرور. الإيميل مختلف؟ لا طبعا، الإيميل يجب أن يكون نفسه، لأنه راح يرسل رابط استعادة كلمة المرور، سيرسله إلى نفس الإيميل الذي سجلتي به، لا يمكن أن يكون الإيميل مختلف. الأستاذة آسيا، نعم يجب أولا، من لم من يعني غير الأعضاء، غير الأعضاء غير المسجلين في المنصة، يجب التسجيل طبعا، مثل ما نسجل في الفيسبوك وغيرها من المنصات، يجب أن نسجل أولا من هنا. غير المسجلين في المنصة يسجلون من هنا، ثم يدخلون إلى المنصة، يسجلون في المحاضرات، يسجلون الحضور يعني في المحاضرات، يطلبون شهادات وغيرها من الفعاليات. هذا هو رابط التسجيل
المنصة للأعضاء الجدد. طبعا شكرا جزيلا لكم، شكرا لحسن استماعكم وإنصاتكم. نلقاكم إن شاء الله في اليوم الخامس والأخير غدا من أيام المحفل العلمي الدولي 14. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.